تعلمت اليوم ان الطبيعة لازم تكون نظيفة وحلوة. احنا الحين في موجودين في قرية ام ليسوس. شو بتعمل انت؟ بنلزق بالسكاش عشان نلزقها علق. لازم توريني الصورة. بتحب تحافظ على الطبيعة ولا لا؟ بحب. كتير ولا شوي؟ كتير. شكرا. مين يقول لي ليش هي فعالية استدامة؟ عشانها من ورق. ورق ماله جديد؟ لا. ورق قديم بالضبط. يعني أنا استحدثت الورق القديم. القديم. بس ارجع كيف كان اول؟ لا ارجع. الحفاظ على البيئة وتنظيفها يجب ان يتسلل العالم فيها. شو العلاقة بين هاي الفعالية عجينة الورق لبين الطبيعة؟ شو اسمه؟ لا من لم الأوراق، ولما بلاش نلوث التربة والهواء بدل ما بنحرقهم يطلعوا بلوث الجو وبصير تلوث للبيئة وببطل في حدا عايش على البيئة. بصير كتير فوضى، فيش نظام، بصير زبالة كتير بكبكبوا على الأرض وهيك بصير كل بعد فرصة. يعني هل عندك أمل في يوم من الأيام إنه الأولاد يعرفوا شو معنى نظافة؟ أيوة بعرف إنهم هم كمان بيعرفوا شو يعني نظافة، فيش واحد ما بيعرف شو يعني نظافة. صح؟ هل قدرنا نجمع كل الزبالة اللي هون؟ لا. يعني لسه في كمان يمكن قدهم 10 مرات صح؟ مين السبب في هذا الاشي؟ الانسان. الانسان يا معلمتي. الانسان يا معلمتي. كان في زبالة كثير. أم من زمان فيش. يعني زمان ما كانش زبالة هيك. أنا بقى نسوي شفت الزكية عصاج صغيرة هالقد بس كفت يدي وحطها عصاج شفت كلها ظل ثاني يوم عليها. فيش مصاري. المركوب هذا من السنة للسنة والثوب على ليش من السنة للسنة. زي ما حكيت لكم في البداية إنه هاي الغرفة سيدي عملها، كان هو كثير يحب الأرض حتى إنه ويحب الطبيعة،
حتى قبل ما يموت وصى وصية إنه قال إذا أنا بموت ازرعوني بالأرض. وأنا يعني كنت كثير أحب أطلع مع الأرض لقط الزيتون، موسم كف الزيتون، جو حلو جو حلو. مين هسا بيطلع مع سيده بلقط زيتون أو بروح مع أهله بلقط زيتون أو عنده أرض؟ أنا بطلع مع الزيتون. وين؟ على الأرض، مرات على الأرض ومرات ننزل عليها. تخضير يعني يصير لونها اخضر، فهم حبوا يعملوها بالمقابل لوادي الجوز اللي هي اكثر منطقه تعبانه بالقدس من ناحيه الملوثات والهاي، فعلى اساس انه هاي في منطقه خضراء موجوده بالقدس ولا زالت اصلا تشهد انه القدس بدها تضلها خضراء. كيف كانت الرحلة؟ حلوة سلوان. عادي حلو زي عم يخبنا لما البنات صار قاعدين يزعق. قولوا لي كيف كانت الجولة؟ منيحة راح تفرجنا. شو العلاقة بين المدرسة لما الأولاد يوسخوا جوا المدرسة وبين لما إحنا وسخنا ونظفنا بالفعالية برا؟ شو الصلة بين هذا بين الموضوعين؟ بالفعالية اللي عملتوها اليوم إن شاء الله بنغير الفكرة عن هاي الفكرة من رأسهم، بنخليهم يحبوا النظافة أكثر ويحافظوا على النظافة مش بس داخل المدرسة كمان بريت المدرسة. هذا المنظر كل يوم نشوفه من صفنا وبين نظيف ولما نقترب منه بكون وسخ. يجب علينا عدم رمي الأوساخ في الهيئة معا حتى نجعل بيئتنا نظيفة. بسوي إشي كويس للطبيعة. خلاص.